مستحيل ما حبيت ابدا اللون والطعم. هاي حبايب قلبي شلونكم؟ قبل ما ندخل بالانترو حابة اقول لكم ان اليوم انا استخدمت The Professional Primer من Benefit. هذا البرايمر انا حيل احبه لانه يسكر كل مسامات الوجه ويخلي بشرتكم مات لأطول فترة ممكنة وبشرتكم تبقى هيك حلوة ناعمة حتى حلو ويدمج الفونديشن. فإذا حابين تشتروا رابط شراء هذا المنتج تحت بصندوق الوصف. ويلا حبايب قلبي أرتب روحي ونبلش بالإنترو. يلا هاي حبايب قلبي and good morning، شلونكم شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم الفيديو حيكون غير شكل، اليوم عندي تحدي جدا صعب، ما ادري هل يا ترى راح اقدر انجح التحدي او لا، لكن قبل ما نبلش حطونا لايك كلش كلش كبير واشتركوا بالقناة تحت على الزر الاحمر مكتوب اشتراك سبسكرايب على مود نوصل مليون مشترك. طبعا اكو خبرية كتير حلوة اللي هي مالا شيء ونوصل مليون مشترك، كتير مالا شيء يا جماعة. تخيلوا فكرة اليوم وفيديو اليوم حيكون فكرة أخذتها أنا من متابعاتي من الإنستغرام، كتبت لهم شنو حابين نسوي باليوتيوب. طبعا شنو جاوبوني؟ جاوبوني أغلبية البنات يردون تحدي يوم كامل باللون الأسود واللي هو أنا حاليا طالعة وراح أسوي هذا التحدي. راح ناكل، راح نشرب، راح نسوي شوبينج، راح نشتري هدوم، راح نشتري ميك اب، everything باللون الأسود. يا جماعة أنا حيل متحمسة لهذا الفيديو، حيكون شوية جنان. وحاليا منطلقين نروح للمحل الكوزمتيك على مود نشتري هاي شو يسمونه بلاك ليبستيك. فيلا نتوكل. الماسك اليوم مالتي مو أسود لسوء الحظ. المهم رايحة الكيكس، يا رب عندهم ليبستيك سودا لأنه ليبستيك سودا صعب تلقوها بأي مكان لأنه قليل الطلب عليها، نلقاها فقط بالمواقع. بس ان شاء الله حظ اليوم حيكون حلو وان شاء الله القيها. وصلت على كيكس وخلينا نشوف شنو عندهم بالستيك. الحمد لله لقيت براند واحد عندهم حمرة سودة اللي هم سماش بوكس. الحمد لله تمت العملية بنجاح. يلا خلينا نروح نجربها ونخليها. واشترينا الحمراء السوداء من سماش بوكس يا جماعة. كلش متحمسة اجربها، نجربها هنا لو نطلع من الجراج نروح مكان شوية اضوى من نانا. اوكي على مود نجرب وياكم الحمراء. تيك ماي بريث. جراج ضيق ضيق. ياي طلعنا. راح اطلع برا على مود اجرب الحمراء لانها شويه اضاءة موشي. ياس شوفوا لي اللون، كلونا عينيك الجميلتين يا حبيبتي، شوفوا لي اللون. نو واي المفروض ما اغلط بيها. او ماي جاد ليش ابك ما عندي سنون جوه؟ ثواني مسجات مهمة. جيت اطلب بلاك كوفي من برجر كينج. او ماي جاد طبعا الثلج كلش عالي. فيا خليني اشوف شنو عندهم. الله بس ما اقدر. يو هلون اكسباني كوفي. انا حايرة شنو راح اتغدى اليوم، فراح اروح اشتري اهم شيء اهم شيء صبغ الطعام ملون اسود اكيد على مود شكو شيء اكله راح الونه. وجدت حبايب قلبي القهوه، واخيرا القهوه هي هاي قهوه عاديه ما بيها اي اضافات، ما بيها حليب، ما بيها سكر، لان انا اصلا قاطع الشكر دائما اشرب القهوه عاديه. طبعا بلاك كوفي اونلي. لازم تعرفون هسه انطلق واروح لدندون، خطيره راح تكمل بعد 5 دقائق، اتاخرت علي هواي الا بين ما جابت لي القهوه. فهذا اول شيء راح اشربه اليوم، وراها راح اروح الماركت وراح يبلش التحدي مالتنا. خليني اشوف شنو ردت فعل دندون من تشوفني بهذا اللون الحمراء. هاي هاي شنو اشمعكي؟ دا اشرب قهوه والله. شكو؟ شو رايك؟ ليش الحمرة السوداء؟ لا والله شرايط ما اضحك معك. بلاك ليبستيك اليوم بلاك. شو احط حمرة حسودة على مود نتناسق؟ تردين؟ جربي بالله.
ان شاء الله الظاهر. لا والله قوية حيل. نعم خلاص. رجعنا لكم طبعا دا اشرب ماي الحيل عطشانة. رجعت على البيت راح اتغدى رز اول مرة راح اطبق بحياتي، اول مرة راح اجربه، اول مرة راح اطبخ اللي هو هذا مكتوب رايز بيري 100% healthy وفريش رايز. هذا طبعا رز تايلندي وما استغربوا شنو هو الرايز بيري، وبالطبخ يطلع لونه مثل هذا اللون، مثل هذه الصورة. اوكي هذا هو ويانا كوب واحد من الرز، طبعا راح اكل بس انا اكيد يعني يكفي نفر واحد. اوكي نحطه هنا مثل ما تشوفون هذا هو الرز، هذا هو لونه. راح اخليه يطبخ وعليه النار ونرجع لكم ورا فد 10 دقائق لحتى ما ينشف المي مالته ويهدر التمن. والله صار لي تقريبا 30 دقيقة دا انتظر يطبخ وللان من دا ابوقي ودا اجربه التمناية قوية، لازم تكون لينة لان طلعت طريقتها باليوتيوب. وتخيل كلهم ياكلون هذا التمن من دون اي شيء، يعني من دون دجاج ومن دون لحم. جايز واخيرا جهز الرز معانا، لونه اسود، شوفوا اللون. عاجز من دون طعم، تمن عادي هو انا حبيت. شوفوا عبالك تاكلون تمن ما مغسول، عرفتوا قصدي؟ والله العظيم. وترى مو كل شيء اسود يعني حلو. تبا للمستحيل، تعرفون شنو راح اكل؟ قررت راح اكل هاي الباستا السودا مثل ما تشوفون. من شنو مصنوعه هاي الباستا مريم؟ ليش هيك لونها؟ القطط طبعا دي تعاركون. المهم ليش تشيلونها؟ ليش راح تغيرين الاكله مالتك؟ ليش انت بعدك ما شبعانه؟ لا والله تمن جاما طيب. راح احمي مي حار وراح اطبخ هاي الباستا وراح اسويها ويا البيستو. بعد ما قريت طبعا هاي عضويه طبيعيه مصنوعه من، اقول له لا والله راح تنصدمون يعني اذا عرفت شنو المكون، مصنوعة من العدس الأخضر. طيبة ما طيبة ما ندري، حتى ما صار أسود. راح أخلي شوية بيستو، هاي بيستو تجنن. راح نخلط نخلط نخلط. جهزت ويانا الباستا مثل ما تشوفون، بعدني ما مجربتها وما ضقتها. شوفوا هذا التحدي، وبالذات باللون الأسود حيكون جدا صعب، لازم حرفيا الأكلة يكون لونه أسود. ما علينا، جبت هذا الكوك الكوري مدري تايلندي، ما ادري شنو صنعه بس شفته وحبيت اجربه. مكتوب كولا رامونيه. هذا ينفتح بطريقه معينه، تشوفون هنا مثل الطوبه زجاجيه المفروض تدخلوها بهذا القبق، تدخل جوا يلا تقدرون تشربون. طبعاً ادريكم شلون هيك يي. خلينا ننظف بالبدايه، قول بسم الله. تلوات شبت. نعطيها 3/10. مهم مرجيكم بعدي. اوكي راح اتفرج تي في. قبل ما نبلش راح اراكم السناك اللي اشتريته اني، اشتريت هذا الانرجي درينك الايس كريم السودا بنكهه العرق سوس اللي هو سالمياكي، وايضا هاي هنا الفنلنديين حرفيا يموتون عليه اللي هو هذا، هيك شكله تشوفون. ريحتها او ماي جاد. حش نعمة الله، النكهة مالته ملوحة، شكر، مرارة، طعمه
يروع تشبد. اوكي ثاني شيء اسود، خلينا نجربه. ايس كريم لونها اسود ايضا نفس النكهه سامياكي. خلينا نجربها ونقول بسم الله. الدقه وين الدقه حبيبتي وياي؟ I'm sorry. Ew. طعم ما طيب ابدا، مرارة ملوحة ملوحة. هاي حبايبي، حان وقت وجبة العشاء، اجى وقت الاندومي. هذا هو الاندومي اللي راح اكله اليوم، واكيد اكيد اكيد راح نطلعه اسود، بس ان شاء الله هذا راح يطلع طيب وياني. هذا اخر امل. هذا املي الاخير والوحيد بهذا التحدي، وان شاء الله يطلع طيب ان شاء الله. يلا خلينا نجهز الاندومي. انا الاندوميه السوداء اعتقد بنهايه الفيديو راح اروح اتقيه، لانه كميه الاكل الغريب العجيب اللي اكلته اليوم مو طبيعي، وكله الوان صناعيه مثل ما تشوفون. خلينا نجربه يا رب طيب، نقول بسم الله. راح تاكل طعم غريب، يعني هو مو واضح هواي لان البهارات كلش حاره. وهذا الرامن الكوري مثل ما تشوفون، هذا هو شكله النهائي. اللون او ماي جاش، شلون هذا اللون مو طبيعي. وناخذ هاي اللقمه وناكلها. شو رحتي حالك؟ شو مسوي؟ طيب؟ اندومي اسود. جوعانه ميته جوع. اذا يعجبك الشكل يعود. والله يعني اخذيه والله ما اريد. تعب النفس وحق الله. هذا بس ثاني ما قدام متابعين. كيكي؟ لا لا دا اسوي براوني. حرارة؟ ايه؟ ولعبان نفس يعني عشان عم يطلع، عشان عم يطلع. جد جد مدى اتحمل الحرارة واللون والطعم. اي كانت يا جماعة اليوم الاكل. تعرفون اني اليوم كله اكلت قليل مثل ما شفتوا، هذا الشيء اكلته حرفيا لا غير. وحبايب قلبي هيك يكون وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم وحبيتوا. لا تنسون لايك والاشتراك وفعلوا جرس الاشعارات. احبكم كلش هواي، وان شاء الله نشوفكم وين على الفيديو الجاي. باي.